بدأ كده بيعمل شلل مؤقت في العضلة. هو مش شلل مؤقت، هو دي نظرية علمية تانية، حاجة اسمها معقلات عصبية بيعمل انهيبشن دي. بس احنا مجازا هنقول ان هو بيعمل شلل مؤقت في العضلة. هذا الشلل المؤقت لما بتيجي تعملي كده ما بتقدريش تعمليه، فبالتالي مش هيحصل تعبير في الوش، فبالتالي مش هيحصل تجاعيد. احنا بنجيب الموضوع من الاساس، احنا بنوقف نشاط العضلة. فالبوتوكس اسمها كده حلقة في ودانك، البوتوكس بيوقف نشاط العضلة، فبالتالي مش هيحصل معاها اي تجاعيد. ادي منطقة الفرونتالس اهي. وفي منطقة الفرونتالس لو بصيت الصورة عاملة زي الكتاب المكتوب، في ليها خط يمين وخط شمال، والخط اللي في النص تماما ده بيبقى فيه الياف بس بتبقى ضعيفه، بس اكثر الالياف بتركز يمين وشمال. اوكي. طب دكتور لما بنيجي نحقن بنحقن المنطقه دي كلها، المفروض نحقن المنطقه كلها، بس على حسب كل واحد جاي لي شكله عامل ازاي هنعرف في السلايد اللي بعد كده. اوكي. نسبه الاحداث ونشوف السلايد اللي بعد كده اهو. دي واحدة اهي لما باجي اقول لها اعملي التعبير دوت بتعمله، دي بعد المحاله